اقول لحضراتكم يعني ابرز تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي، قال ان الماتش قوي والفريقين على نفس القوه، وكانت نقطه مهمه خارج ارضنا وسعداء بالنتيجه، وكل مباريات الاهلي دايما الاهلي بيلعب فيها على الفوز، لكن مش عايزين نغفل ان المنافس قوي على ملعبه. وقال كنت اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي كانت تكون اهدى لما نستحوذ على الكره، ولكن في النهايه سعيد بالنقطه. دكتور ثابت، تعليقك على ما قاله كولر في المؤتمر الصحفي. احترام كبير من مارسيل كولر لفريق اورلاندو والمدير الفني الاسباني بتاعهم، وده كمان بان في مذاكرته للفرقه وفي البدايه وفي التشكيل اللي بدا بيه. يعني كان احنا كلنا اتفاجئنا ان هو بدا برضا سليم اساسي، وان هو حط رضا سليم وطاهر طبعا عشان يستغل المساحات اللي عندهم، وقلنا الكلام ده في ان هو ذاكر المنافس بشكل جيد، ان هم عندهم مساحات ومساحات كبيره ورا الظهيرين، وبدا برضا سليم وطاهر عشان يستغل النقاط الضعف اللي عندهم. فيها احترام كبير جدا للفرقه، اتكلم كمان ان احنا اخذنا نقطه مهمه، وقال ان المنافس قوي على ملعبه، قال ان كل المباريات احنا بنلعب، هم قالوا له انت قلت ليله المباراه ان احنا ان انت جاي تاخد الثلاث نقط، قالوا لهم اه انا قلت كده ان انا جاي اخد ثلاث نقط، ولكن الخصم والمنافس قال ان هو فرصه في الصعود معانا يعني كبيره، وان هو بيلعب على ارضه وسط جماهيره. هو ده يعني ده دليل ان كولر يعني ايه مذاكر الفرقه كويس، وعارف ان فرقه اورلاندو تعتبر ثاني اقوى فرقه في المجموعه بعد النادي الاهلي، وان هي بتنافس النادي الاهلي على صداره المجموعه، وان فريق اورلاندو عنده سرعات وبيلعب بتكتيك كويس، وفرصهم في الوصول كبيره معانا يعني ان شاء الله. تمام. كابتن عادل، قبل السفر لمباراه الانتر كونتيننتال كان مهم جدا النهارده ان كولر يطمن على اللعيبه بدنيا وفنيا، وكان مهم كمان ما يكونش في اصابات في مباراه صعبه زي النهارده. يعني من المباراة القادمة مباراة مصرية، مباراة قوية جدا للنادي الأهلي، صح؟ فهو كان قلبه هنا وعقله هنا برضه، يعني كان بيحضر للمباراة. أي نعم هو بيلعب للمباراة دي عاوز يكسبها، ولكن برضه في حاجة في ذاكرته في المباراة القادمة، لأن تاريخ المباراة القادمة مباراة تاريخ، أنت فاهمني؟ مهمة جدا ليه كشخصه، طبعا هي مهمة للنادي الأهلي. ممكن يكون هو مباراة النهاردة يا كابتن عادل وهو مدير فني عينه على المباراه اللي جايه وبيجهز لها لعيبه، يعني النهارده تضرب عصفورين بحجر، يعني في مباراه النهارده بجهز لعيبه، وده اللي حصل علشان المباراه اللي جايه. اكيد وده اللي حصل، ولا دي منفصله تماما ودي منفصله، وده اللي حصل، ودي مباراه ودي مباراه. انا لما سالتك ليه مين اللي هيلعب، حسين ولا رضا قولا واحدا حسين اللي هيبدا المباراه القادمه، لكن جاهزيه رضا مهمه بالنسبه لي. جاهزيه رضا ويريح حسين للمباراه القادمه. امام عاشور لما طلع قفشه لعب، مين اللي هيلعب؟ امام عاشور، ولكن مريح امام شويه، يعني دماغه برضو في المباراه القادمه. الحاجه اللي احنا قلناها انه لما ما يدخلش فيك هدف يا كابتن اسامه بتبقى ثقتك بنفسك عاليه قوي، اكبر طبعا. اكيد المباراه القادمه هتبقى مباراه كفاح، انت مش هتلاعب فرقه قليله، انت هتلاعب فرقه تقدر تقول عشان بس الناس تبقى عارفه قدراتها قوية جدا، بس كانت دي أو دي لما يلعبوا المباراة، لكن أنت بتتكلم على فرقة كبيرة وفرقة قوية وفرقة بتلعب كورة كويس. فأنت أكيد وأنت بتشتغل في مدرب بيشتغل باستراتيجية المباراة تلو المباراة، لكن ده أيام الدوري، مباراة الدوري المباراة القادمة المباراة القادمة. ولكن لما بيجي مباراة مهمة مصيرية ما بتجيش إلا كل خمس ست سنين مرة وممكن ما تجيش تاني، فاكيد انت مركز فيها تركيز قوي جدا. فاكيد هو النهارده كان بيضرب عصفورين بحجر زي ما انت بتتكلم، كان بيعد للمباراه القادمه وبيعمل نتيجه ايجابيه للمباراه المجموعات. وبعدين هو مش محتاج ان هو يعني ياخد كل بناط المجموعه، انت فاهمني؟ لان هي ناحيه تجاريه في البطولات الكبيره، انك انت توصل للفورمه بتاعتك في النهائيات وليس في البدايات. تمام. كابتن عماد، عايز اروح للتغييرات. كان التغيير الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه 83، حسين الشحات نزل بدل من رضا سليم. والنهارده ليه كولر كمان يعني استعان بثلاث تغييرات بس، بالرغم ان عنده خمس تغييرات كان ممكن يستعين بيهم؟ الحاله الفنيه اللي عليها اللعيب في الملعب، ما تقدرش وانت ماشي بحاله فنيه وريتم ان انت تنزل لعيب ما تبقاش ضامن انه يحافظ لك على الريتم ولا نفس التوليف. على الرغم ان السوليه طبعا من اللعيبه الكبيره واللعيبه اللي عندها خبرات، كان تطالب في وقت ممكن كان في نص ساعه لتغيير تافشه مع تاو يلحق يخش المباراه، يعني في التوقيت ده، مش في ممكن كمان في توقيت تغيير الشحات كان ممكن تعمل، لكن على حساب مين؟ كان في واجبات دفاعيه لاكرم ومروان مع نهايه المباراه كانت محتاجه النوعيه دي من اللعيبه.
في التحامات كانت قويه جدا، وفرقه رونالدو كان عندهم كان عندك النهارده خالد عبد الفتاح، كان عندك محمود كهربا، كان عندك اشرف داري، عندك عمرو السوليه وعمر الساحي. انا عشان كده انا بكلمك على كان ممكن النهارده تدي اشرف داري وتدخله وحساسيه المباراه ممكن تحتاجه المباراه القادمه ولا تطمن عليه برضو. خلي بالك هو كان بعيد عن التدريبات الجامعيه فتره عشان تنزل اشرف. ظروف المباراه ونتيجه المباراه كانت عامله ازاي؟ هو رامي وياسر ماشيين لو يعني انت كسبان بصوره جيده. لو انت كسبان كان ممكن اقول لك هتنزل اشرف يلعب تالت، واتكلمنا فيها قبل المباراه. لكن عندك وقت ان شاء الله في السبع ايام ان انت او ثمان ايام من المباراه اللي جايه يوم السبت ان شاء الله ان انت تقدر تطمن على اشرف داري وعلى حالته الفنيه. لكن انا بكلمك على السوليه، هو اكتر لعيب بره عنده خبرات، اكتر لعيب بره يتحط تحت الضغط ده مش هتبقى قلقان عليه. لكن الخوف ممكن كولر فكر في ان انا مش عايز اكسر رتم الاثنين المدافعين اللي موجودين في نص الملعب اكرم، لكن في حالات كتير وممكن واحد تاني يدخل ياخد وقت لما يتاقلم مع سير المباراه. فدي وثانيا السوليه ممكن يعمل الجزء الامامي على حساب الجزء الدفاعي فبرضه التفكير مع المدير الفني في التويتات خلاص بعد الدقيقه 70 فالامور في التغيير بتبقى ايه؟ يعني على المحك. ممكن تغييره تنزل تفوقك وتكسبك وتديك اداء قوي جدا، وممكن تغييره زي كده ممكن تاخرك، خاصه ان الفرقه اللي بتلعبك كان عندهم سرعات، اشتغلوا على اطراف الملعب، اشتغلوا في الجنب اللي فيه عمر كمال مع نهايه المباراه. لكن انا قلت لك عمر دخل في اجواء المباراه بدري فقدر ان هو يكون حائط صد قوي في الجنب اليمين.